السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة صف ثالث متوسط المنهاج العراقي، إليكم شرح الموضوع اليوم وهو الزمن المضارع البسيط The Present Simple، وكذلك حل لنماذج أسئلة وزارية سابقة. إليكم شرح التالي. Number 1 هدى enjoys playing tennis. Negative. هدى تستمتع بلعب كرة السلة. اجعل هذه الجملة negative، فنضع الفاعل هدى، نضع doesn't حتى تصبح الجملة منفية لأن الفاعل هنا مفرد. استخدم doesn't إذا كان الفاعل مفرد في الزمن المضارع البسيط. هدى doesn't، نحذف أس الشخص الثالث من الفعل الرئيسي. هدى doesn't enjoy playing tennis، فتصبح الجملة هدى doesn't enjoy playing tennis. وضعنا doesn't قبل الفعل الرئيسي، والفعل الرئيسي رفعنا الأس من هذا الفعل. Number 2 نادية plays tennis well. نادية تلعب كرة السلة جيدا. Question، اجعل هذه الجملة استفهامية. نضع does في بداية الجملة لأن الفاعل مفرد. Does نادية، نضع الفاعل does نادية. Play، نحذف أس الشخص الثالث لأن صارت الجملة استفهامية. Does نادية play tennis، ونضع في نهاية الجملة question mark، علامة استفهام. إذن تصبح الجملة Does نادية play tennis well، وفي نهاية الجملة علامة استفهام. Number 3 They often فراغ their grandfather at the weekends. هنا الفاعل they، الفاعل جمع، وهذا ظرف تكرار. They often ظرف تكرار، هذا يأتي موضعه بين الفاعل والفعل الرئيسي بين they وبين visit. الاختيار يصير هنا visit. They often visit، صارين الفعل بدون s الشخص الثالث لأن الفاعل جمع. إذا كان الفاعل جمع ما يأخذ أس الشخص الثالث. إذن they often visit their grandfather at the weekends، هم دائما يزوروا جدهم في نهاية الأسبوع. ملخص الموضوع، نستخدم أس الشخص الثالث مع الفاعل he she it، ولا نضيف أس إلى الفعل إذا كان جمع أو I they we you، لا نضع للفعل أس. ولمتابعة المزيد من الشرح فيما يخص الزمن المضارع البسيط تجدوه في هذا الفيديو. بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة.